جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة من الكويت نون عين: تعودنا أن تقام الأعراس ويكون العرس مقتصر على النساء، فليس هناك رجال، وفي العرس امرأة تغني وتضرب على الدف والطبل، ويوجد في الدف حلقة من نحاس يصدر لها صوت عند الضرب على الدف، فهل مثل هذه الأعراس جائزة؟ وهل حضورها أيضا جائز؟ نعم، ضرب الدف للنساء في الزواج سنة، ولا بأس أن تغني مغنية بشعر نزيه وأيضا بصوت غير مطرب ومكسر، وإنما يكون بصوت عادي على ما اعتاده نساء العرب من قبل ونساء الصحابة والسلف الصالح، لا على نمط المغنيات المطربات الآن، إن هذا حرام. ولا بأس أن تضرب الدف أيضا، دف المعتاد معروف، ولا يكون فيه شيء مما ذكرته السائلة من الحلق أو أشياء يكون لها صوت يزيد عن صوت الدف. نعم.